مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في المسائية والتي نتناول فيها أبرز الموضوعات وأهم القضايا. البداية بالشأن المصري ومقتل 5 من عناصر الشرطة المصرية في استهداف مدرعتين بسيناء. وبشأن المصري أيضا، متابعة لأزمة جزيرة الوراق المصرية وعودة تسيير المعديات إلى الجزيرة بعد منعها لعدة ساعات. ومعاناة سكان الجزيرة تتزايد، ومحافظ الجيزة يؤكد أنه سيتم تنفيذ 700 قرار إزالة. والإعلام المصري يهاجم أهالي جزيرة الوراق ويتهمهم بالاعتداء على أملاك الدولة والتصدي للشرطة. وعايز أقول لكم، الداخلية وأنا سألت كل اللي كان معاها النهاردة غاز قدامك أهو، يعني حتى كنت قال لك إن إحنا كمان لما لقينا ضرب نار وعند الداخلية كام واحد مصاب؟ 31 واحد مصاب. وفي الشأن المصري أيضا، وزير الأوقاف يؤكد سيطرة وزارته على كل المساجد والوقوف للجماعات المتطرفة بالمرصاد. ومقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاشة إلكترونية معلقة بين مئذنة وقبة أحد المساجد بحي السيدة زينب في القاهرة تعرض مشاهد لإحدى الراقصات. يرضي مين ده؟ صفيناز بترقص على مأذنة المسجد. وفي المسائية أيضا، متابعة لتطورات الأحداث في القدس المحتلة، ومباشر مع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر حول تطورات الأوضاع في القدس بعد غلق الاحتلال للمسجد الأقصى. ومتابعة لاقتحام المستوطنين للمسجد اليوم ورفض المقدسيين دخول المسجد من البوابات الإلكترونية. الاحتلال باطل وكل إجراءاته باطلة، وبالتالي أنا أعتقد أن رفض هذه الإجراءات هي أولوية أهم من الصلاة وأهم من الاعتكاف، لأن الصلاة والاعتكاف قادمة تحت الحرية وليس تحت حراب الاحتلال. كما نتابع آخر المستجدات في المشهد السوري، ومقتل سيدة وإصابة عدد من المدنيين في قصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية بريف دمشق. لكن كالعادة، قبل أن نبدأ فقرات المسائية، نتعرف من الزميل حسام يحيى على كيفية التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه النافذة التفاعلية التي نتلقى من خلالها تعليقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن المشاركة عبر أرقام الهواتف والتي تظهر أسفل الشاشة. ونوجه عنايتكم أنه بإمكانكم طرح الموضوعات والقضايا التي تودون نقاشها في النافذة لتكون من اختياركم أنتم، وكنا قد سألناكم عن تعليقاتكم عن استمرار أزمة جزيرة الوراق في مصر. أيضا نتساءل عن المقطع المصور الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، والذي يظهر شاشة إلكترونية معلقة بين مئذنة وقبة أحد المساجد بحي السيدة زينب في القاهرة تعرض مشاهد راقصة. بانتظار تعليقاتكم ونسعد بعرضها خلال النافذة، شاركونا. قتل 5 من عناصر الشرطة المصرية بينهم ضابط، وأصيب 5 آخرون في هجوم مسلح لمجهولين على مدرعتين بمحافظة شمال سيناء. وقال مصدر أمني إن مجهولين هاجموا مدرعة شرطة على الطريق الساحلي بمدينة العريش وأضرموا النيران فيها. وأضاف أنه عند وصول مدرعة أخرى إلى موقع الهجوم انفجرت فيها عبوة ثانية. وأوضح أن الحادث أسفر عن مقتل 5 من عناصر الشرطة بينهما الضابط برتبة نقيب سعيد طه العطار وإصابة 5 آخرين. وقالت المصادر إن مجهولين زرعوا العبوتين الناسفتين وفجروهما عن بعد، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو السيد أحمد سهلم الباحث المتخصص في الشأن السيناوي. أحمد، أهلا بك معنا. ابتداء، قبل أن نتحدث عن الوضع العام في سيناء، دعنا نبدأ من هذه العملية والتي راح على إثرها 5 من أفراد الشرطة بينهم ضابط برتبة رائد. ما الذي يحدث في سيناء؟
يعني هي عملية متكررة، التنظيم لديه القدرة على زرع العبوات بشكل متكرر في شوارع مدينة العريش. هذا الشارع تحديدا يعني شهد يعني عشرات العبوات الناسفة التي انفجرت في هذا المكان نتيجة قيام بعض المسلحين بزرعها إما في شكل يعني أكياس قمامة أو على جوانب الطريق ثم تفجيرها عن بعد. تكرر هذا الموضوع عدة مرات ولم تجد القوات العاملة في شمال سيناء أي حل لهذه المشكلة، حتى عن طريق تركيب كاميرات أمنية على واجهات المحلات التي تنتشر في مدينة العريش. وبالتالي هذا أمر متكرر، ولكن الغير متكرر أن هذا الأمر حدث يعني تحت القصف الجوي العنيف، يعني للمرة يعني الأولى التي يحدث فيها قصف جوي عنيف بطائرات الإف 16 من ليلة أمس، وحتى الآن لم يتوقف هذا القصف الجوي. طائرات تحلق على مستوى منخفض جدا، يعني عمل حالة من الرعب لدى المواطنين لم يناموا منذ الأمس. وما الهدف؟ هل لديك يعني معلومات عن الهدف من يعني طيران هذه الطائرات الحربية فوق العريش؟ يعني ليس هناك معلومة أو حتى ليس هناك تصريحا من مسؤول أمني يوضح ما الهدف من هذه أو من هذا التحليق المنخفض. لم تستهدف أحد. هناك قصف من وقت لآخر على أطراف مدينة العريش، ولكن يعني كيف تحدث هذه العملية في ظل هذا التحليق المنخفض للطائرات وظل هذا القصف العنيف الغير مسبوق على أطراف مدينة العريش؟ تحدث أن يأتي مسلحين ويستهدفوا مدرعة ثم بعد تفجيرها عن بعد يقومون بإشعال النار في هذه المدرعة. يعني شهود العيان يتحدثون عن أن المسلحين اقتربوا من المدرعة وسكبوا عليها بنزينا واشعلوها، ولم تاتي اي يعني سياره مطافي او قوات لدعم الاطفاء. لكن حتى بعدما جاءت مدرعه اخرى قاموا بتفجيرها عن بعد. بالضبط، ولكن يعني سيارات الاطفاء لم تتدخل، ومن قام باطفاء الحريق في جثث الخمس افراد امن هم السكان المحليون او ابناء سيناء. وبالتالي نحن نتحدث عن اجراءات غير مسبوقه في مدينه العريش لم تمنع وقوع مثل هذه الحادثه. نتحدث عن اغلاق لكمين الميدان منذ ليله امس وحتى الواحده ظهرا مدخل مدينه العريش، نتحدث عن قطع شبكات المحمول لأكثر من 12 ساعة، نتحدث عن إغلاق الطرق الرئيسية وأجواء حرب حقيقية تجري في شوارع مدينة العريش. ما يضعنا أمام تساؤل أحمد، يعني ما الذي لم يجعل سواء قوات الجيش أو الشرطة حتى هذه اللحظة تستطيع احتواء الحالة الأمنية في شمال سيناء؟ ببساطة يعني تحدثنا ونؤكد على أن ما تقوم به القوات الأمنية في شمال سيناء لن يؤدي إلى إيقاف مثل هذه العملية. تستخدم الطريق الخطأ من أجل إيقاف يعني ما تسميه بالإرهاب، عقاب الجماعي للمواطنين والاعتقالات العشوائية وتوسيع دائرة الاشتباه لن يؤتي ثماره في الحرب على الإرهاب. ما يحدث في شمال سيناء، رأينا تسريب شمال سيناء الذي تحدث أو وضح فكرة التصفية الميدانية لمجموعة من المواطنين، حتى لو كان بعض هؤلاء متورطين فنحن نشرع لعقيدة الغاب. يعني الدولة عندما تمارس القتل خارج إطار القانون وتقتل وتمارس عمل العصابات، وبالتالي ما الفارق بينك وبين الخارجين عن القانون؟ أنت تشرع لهذا الأمر، بل يعني توجد يعني دوافعا أكثر تجزرا في الأرض من أجل أو سوف تؤدي في المستقبل إلى زيادة عدد الغاضبين والمنخرطين في العنف ضد الدولة. دعنا نتحدث عن فكرة تحييد الناس، تحييد أهالي سيناء وتحديدا شمال سيناء ومن بينهم أهالي العريش. هل الناس حيدوا بمعنى أنهم أصبحوا يشاهدون مثل هذه الأعمال الحربية سواء من قبل الجيش والشرطة أو من قبل المسلحين وتنظيم الدولة فقط كمشاهدين دون أي تدخل سواء كان إيجابي أو سلبي أم ماذا؟ إذا كنا نتحدث عن التدخل فأنا أستغرب يعني أن يطرح بعض الناس هذا الموضوع، يتحدثوا أن أهل سيناء لا يساعدون الجيش والشرطة. ما المطلوب من مواطنين مدنيين عزل في حدث كله لغته الوحيدة هي الرصاص من الجانبين؟ يعني نحن شاهدنا حادث البدرشين أول أمس، كان هناك العديد من المدنيين يشاهدون الحادثة، بالعكس ضابط شرطة يعني أطلق رصاصة ثم هرب. وبالتالي ما كيف نطلب من المدنيين العزل أن يشتركوا في هذا الأمر؟ وبالتالي أيضا يعني إذا كنا نتحدث عن المعلومات يعني أن يمدوا المواطنين المدنيين القوات العاملة في سيناء بالمعلومات، هذا الأمر يعني عرض الكثير من المدنيين للقتل على يد تنظيم ولاية سيناء. أنت الآن بين المطرقة التنظيم الذي يهدد من يتعامل حتى في الأعمال المدنية، أن تتاجر يعني أن تورد للجيش طعاما أو غذاء أو ماء أو تتعامل معه بأي شكل من الأشكال، أجعلك مستهدفا ودمك مهدورا من قبل تنظيم الدولة. وإذا تعاملت أو يعني فقط دخلت في دائرة الاشتباه أنك لديك تعاطفا بكلمة أو بما شاء بأي شيء مع تنظيم الدولة، فتتعرض أيضا للتصفية أو القتل أو الاعتقال من قبل الدولة. وبالتالي في شمال سيناء الحل الوحيد هو أن تبقى على قيد الحياة. يعني الهدف الوحيد الذي يجب أن يعمل عليه أهل شمال سيناء في هذا التوقيت، وأنا أؤيدهم تمام في هذا، أن تبقى كيف تبقى على قيد الحياة، لأن هذه المعركة التي تمارس فيها الدولة كل أشكال الخروج عن القانون وتبقى يعني تتغافل تماما عن حقوق
الإنسان ليس للمواطنين المدينة العزل أي دور فيها. نعم سأعود إليك أحمد مرة أخرى، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيادة اللواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق. سيادة اللواء أهلا بك معنا. أهلا. نعم، خمسة قتلى من الشرطة المصرية وتفجير مدرعتين سيادة اللواء، يصبح السؤال لماذا لم تستطع قوات الشرطة أو حتى الجيش حتى هذه اللحظة احتواء مثل هذه العمليات من قبل المسلحين تجاه القوات على الرغم من كل الإمكانيات المتاحة الآن في شمال سيناء لهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تكرار استهداف جنود القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء طبعا ده بيدمي قلوبنا جميعا. نعم. وبيزيد من اقرار اجساس جذور الارهاب الاسود. انا ارى من وجهه نظري وبالحاح وارجو تديني فرصه انا اعبر عن الحل. طب. ايه هو؟ طب. بضروره تهجير جميع المواطنين المدنيين مؤقتا من خلال خطه تنتهي بتواجد القوات المسلحه والشرطه في مناطق شمال سيناء ودون وجود مدني واحد. وهذا في حد ذاته سوف يقضي على اي فرص للقيام بعمليات ارهابيه فضلا عن تصفيه كل من يظهر منهم على الساحه باتباع سياسه الارض المحروقه دون خسائر في المدنيين الابرياء ودون استهدافهم من جانب الارهاب وسينتهي الامر بالحصار هذا الارهاب والقضاء عليه تماما في سيناء. ليه؟ هم بيتبعوا اسلوب حرب العصابات في سيناء وموجودين وهيفضلوا موجودين برضه. انما دلوقتي في مدنيين موجودين وبصرف النظر الارهاب ده بيستشري بقى موجود ما انت مش عارف واحد يحط لك ابوه نصره واحد مدني ماشي لما ما بيبقاش في حظر تجول ممكن يحط لك ابوه نصره في مكان معين يحط لك لكن لما فيش واحد مدني هيبقى جيش وارهاب اللي هيظهر على الساحه هيتم قتله فورا وهيتم انحصارهم تماما. جميل، حضرتك شايف ان حل هذه الاشكاليه واحتواء العمليات المسلحه في سيناء هو بتهجير كل أهالي شمال سيناء. دعني يعني أضع هذا الطرح أمام يعني ضيفي في الاستوديو أحمد سالم. أحمد، هل تعتقد أن هذا هو فعلا الحل الجذري للعنف في شمال سيناء؟ يعني كيف أتصور أن هذا الحل وقد جربناه، يعني قد جربنا فكرة التهجير، هجرنا مدينة رفح التاريخية وأزلناها من على الوجود من أجل يعني منع مثل حدوث أو حدوث مثل هذه العمليات. يعني حاول الجيش من خلال التهجير أن يصور أن المشكلة فقط في وجود تكتل سكاني في مدينة رفح، ثم الأسبوع الماضي شاهدنا عملية البرث التي هي أصلا في مكان فارغ تماما من السكان، ثم بعدها يعني بأيام يقصف الجيش هذه المنطقة. عندما نتحدث عن التكتيكات الأرض المحروقة، ماذا نسمي إطلاق يعني صواريخ عنقودية محرمة دوليا على جنوب الشيخ زويد؟ يعني إذا لم تكن هذه تكتيكات الأرض المحروقة لم تقضي على الإرهاب. الخطير في هذا الأمر أن تكتيكات الأرض المحروقة هذه التي يعني يتحدث عنها سيادة اللواء واستخدم فيها القنابل العنقودية هذه التي بعضها لا ينفجر تمثل قنبلة موقوتة لدى كثير من المواطنين، بعض الأطفال الذين يلعبون في الصحراء يتعرض للقتل والتفجير من خلال هذه الأشياء. ثم هذا الأمر بس يقودنا لسؤال أحمد، طرح سيادة اللواء بتاع تهجير أهالي شمال سيناء، هي العمليات اللي بتحصل الآن بتحصل في أماكن سكانية أم أماكن مفرغة من السكان أو أماكن صحراوية من الأساس زي المدرعتين اللي تم استهدافهم النهاردة ومات في قتل فيهم خمسة من أفراد الشرطة المصرية، يعني دي جوه تجمعات سكانية أم بعيدا في الصحراء؟ الذي حدث اليوم في مدينة العريش هو في يعني عاصمة المحافظة محافظة شمال سيناء في قلب المنطقة السكانية، ولكن عملية البرث اللي هي عملية ضخمة جدا وقتل فيها قتيل. أعداد كبيرة من الجيش 26 قتيل، هذه العملية حدثت في منطقة البرث جنوب مدينة رفح، هذه المنطقة خالية تماما من السكان، قرى أخليت تماما من سكانها، والعجيب أن التنظيم يتوسع وينتشر بعد أن يخلى السكان من مناطقهم، يعني يأخذ التنظيم يعني يتوسع ويبتدي يزرع المتفجرات ويأخذ راحته ويتمدد في هذه الأماكن ويجعلها مناطق محرمة على الحملات البرية للجيش من خلال زرعها بالألغام وقطع طرق الإمداد على الجيش، وبالتالي فكرة أن عدم تواجد سكان في هذه المنطقة سوف يحل مشكلة الجيش هو أمر عاري تماما عن الصحة ويحقق أهدافا مشبوهة. عندما تحدث نتنياهو وتحدث غيره عن فكرة إخلاء شمال سيناء وإيجاد وتحدث عن ذلك حسني مبارك أن نتنياهو قد عرض عليه مشروعا لوطن بديل للفلسطينيين في هذه المنطقة، ثم تأتي الدولة لتتحدث أنها لا تستطيع أن تقضي على الإرهاب وتمارس أيضا أعمال مشابهة لهذا الأمر في جزيرة
سيرة الوراق في القاهرة يتحدث عن يعني سياسة لجنرالات صفقات، يعني كل هذه الأمور تحدث في الخفاء. خرجت علينا فكرة طيران وصنافير بفيديو أو تسريب مسجل لإسحاق ملخو مستشار نتنياهو القانوني مع سامح شكري يتحدث عن فكرة التنازل عن طيران وصنافير والتنسيق مع إسرائيل في هذا الأمر. يعني ثم الآن نتحدث عن أن هذه الجزيرة جزيرة الوراق ربما أن هناك اتفاق من 2013 مع الإمارات، ثم الآن ما يحدث في شمال سيناء يضع علامات استفهام كبرى عن ما يهدف إليه الجيش في هذه المنطقة. اللي هو فكرة التهجير اللي حضرتك بتتحدث عنها، تهجير أهالي شمال سيناء، تبدو على الأقل من خلال الواقع غير منطقية. هجر أهالي رفح والشيخ زويد بنسب تتعدى 80% من حجم السكان في هذه الأماكن، ولم يستطع الجيش والشرطة حتى هذه اللحظة احتواء العمليات العسكرية وإنهاء تواجد تنظيم الدولة في هذه الأماكن التي هجر أهلها. سيادة اللواء، دعني أوضح لك إن لما نهجر الناس كلها غير مؤقت لحين القضاء على هذا الإرهاب، لما نهجرهم كلهم ما فيش شخص ممكن يظهر على السطح، يعني اي واحد مدني او واحد من الناس دي هيتم رصده من خلال بقى ايه، من خلال الدوريات الجويه، من خلال المسح الشامل للمنطقه بتاعه. مش حد هيقدر يطلع يحط، انما لو في مدنيين موجودين او في زي ما في العريش موجود كده ناس رايحه وناس جايه ممكن اي حد يزرع ابوه ناس. طيب يا سياده اللواء، خلينا نقول ان احنا هنهجر كل شمال سيناء كما حضرتك بتقول علشان حل. طيب لو انتقل، وهو بالفعل انتقل، يعني في لو انتقل تنظيم الدوله الى الاسماعيليه والسويس مثلا، هل هيبقى الحل ايضا ساعتها ان احنا نهجر اهالي الاسماعيليه والسويس، ثم بعد كده مثلا نهجر اهالي العباسيه في وسط القاهره بعد استهداف الكنيسه المرقصية؟ يعني هل هذا حل يا سيادة اللواء؟ دي مختلفة بقى، لأن هنا بيقوموا بأسلوب حرب عصابات جوه سينا وبيبقوا موجودين في جحور لهم وبيطلعوا بيهجموا زي ما حضرتك بتقول وكده، إنما أنا أقدر أتصدى ليهم في هذا التوقيت. أما بالنسبة لزور الإرهاب لمحافظات مصر فإنه لن يستشري أولا لرفض وكراهية الشعب المصري لهم، وبالتالي لن يكون لهم ملاذا آمنا ولا استمرارا، وسيتم ملاحقتهم وكشف أوكارهم من خلال الأعمال الاستخباراتية، هينحصر دورهم عاجلا أو آجلا. طب هي فين العمليات الاستخباراتية يعني اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ يعني إن إحنا على بعد أيام قليلة من عملية كبرى اللي هي كانت بتاعة كمين البرث، والتي راح ضحيتها 26 يعني ضابط وفرد من القوات المسلحة على رأسهم يعني رتبة كبيرة من الصاعقة المصرية، وبالتالي أين المعلومات هنا؟ المعلومات بقى لا، هنا هيبقى الصدق للقوات المسلحة. القوات المسلحة موجودة وفي دوريات باستمرار، أنا عشان أطلع واشوف اي حاجه واضرب مش هضرب، لان في مدنيين موجودين. لا، كمين البرث ما كانش في مدنيين يا سياده، ارجوك يا سياده اللواء عشان نصحح المعلومات. كمين البرث كان في منطقه صحراويه، غير كده كان على احدى التلال المرتفعه ايضا، وبالتالي ما كانش في اي مدني في هذه المنطقه متواجد على بعد يعني كيلومترات. لما يحصل التهجير انا بقول لحضرتك هتتغير استراتيجيه تماما. بمعنى ايه هتتغير استراتيجيه؟ هيبقى في طوق امني لهذه المنطقه من القوات المسلحه، ويبقى في تواصل بينهم بحيث اي حاجه هتظهر على ساعه، وفي دوريات امنيه دوريات جويه خلافه، الوضع هيتغير تماما. وانا باكد لحضرتك هذا الموضوع، ووجود مدنيين في هذه المنطقه برضه بيخلي القوات المسلحه انها لو شافت اي حد او هتضرب على اي حد بيتحرك قد يكون مدني. انا عايز اسال، هل هو في ايام حرب يعني بعد احتلال سيناء في 67 الى 73 هل هجر اهالي العريش واهالي شمال سيناء بسبب الحرب المصريه الاسرائيليه؟ لا يا فندم، ده اتهجر في حرب 67، مش عارف حضرتك كنت حضرت الموضوع ده يعني؟ لا انا ما كنتش حضرت الحقيقه. اتهجر السويس والاسماعيليه. ايوه، ما انا عارف. لا انا سؤالي هنا في هذه، يعني قامت حرب حقيقيه بين مصر وبين يعني اسرائيل، ولم يهجر معظم اهالي شمال سيناء رفح والشيخ زويد والعريش، وانتصرت مصر في النهايه، بل على العكس انتصرت مصر بمساعده اهالي شمال سيناء سواء كان استخباراتيا أو حتى يعني عمليا على الأرض، فكيف يتسنى نقول اليوم نهجرهم يعني؟ أنا مش عارف حضرتك بتتكلم على حاجة. الحرب دي لما قامت وكان في بيننا وبينهم قناة السويس، كان اليهود على طول كانوا بيضربوا بيموتوا مدنيين، لو احنا ضربنا عسكري واحد بس ولا أطلقنا رصاصة واحدة كانوا بيموتوا قصادهم 1000 واحد. ف
فكان لابد من عمليه التهجير، وبعد ما تم عمليه التهجير كان بنجاح قدرنا ان احنا نضرب فيهم ونقدر نواجههم الى ان طبق حرب 73. اما موضوع شمال سيناء ده موضوع مختلف تماما. موضوع شمال سيناء ده كان يعني هم كانوا محتلين سيناء بالكامل وكانوا على خط قناه السويس، يبقى انا ما اعرفش التهجير ده كان هيتم ازاي. طيب يعني في هذه النقطة يبدو أن سيادة اللواء مصمم على فكرة أن التهجير هو حل لهذه الـ 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 الأزمة كلية، لكن أنت كان في كلامك الأولي بتقول لي لأني يعني من الممكن أن يكون لأهالي شمال سيناء دور حقيقي في الوقوف والتصدي للجماعات المسلحة وتنظيم الدولة، لكن لم يعطى لهم هذا الدور، بل على العكس يعني تم تهجير عدد كبير منهم. كيف هذا؟ يعني سيادة اللواء يتحدث عن تهجير أهالي سيناء في فترة ما بين 67 إلى 73. أولا لا إسرائيل هجرت أهالي سيناء عندما احتلت، ولا السلطات المصرية أجبرت الأهالي سيناء على ترك سيناء والذهاب إلى مديرية التحرير وغيرها من الأماكن التي جهزت كأماكن لجوء لأهالي سيناء النازحين من وطأة الحرب. وبالتالي الحديث عن التهجير لم يكن موجودا، ولو كان هذا التهجير مورس وقتها لم يستطع أو لم تستطع الدولة المصرية إحراز أي نصر في سيناء أو في هذه المنطقة تحديدا بشهادة كبار القادة العسكريين في هذه الحرب. من قام بإخلاء الجنود المصريين في حرب 67 أثناء الانسحاب غير المدروس من القيادة آنذاك هم أهالي سيناء. من ساعد القوات الصاعقة المصرية على القيام بعمليات خلف خطوط العدو في حرب الاستنزاف كانوا أهالي سيناء بشهادة كبار القادة العسكريين في كثير من مذكراتهم نستطيع سيرة اللواء الرجوع إليها. وبالتالي التهجير ليس في صالح مصر. الدعوات التهجير قولا واحدا هي دعوات مشبوهة لديها أغراض سياسية، مثلما حدث في بعد أحداث كرم القواديس في 2014 عندما استغلت السلطات السياسية هذه العملية الكبرى من أجل إقامة المنطقة العازلة على الحدود وتحقيق هذا الهدف الذي حاول حسني مبارك ثلاث مرات تحقيقه وفشل بسبب أسباب مختلفة، إما بسبب احتجاجات شعبية أو بسبب إصرار المهربين على إيجاد حلول بديلة للتهريب عبر الأنفاق رغم إقامة جدار فولاذي. وبالتالي دعوات التهجير هذه لديها أهداف غير وطنية، والدليل على ذلك ما تحدثت عنه أو ما تحدث عنه أيوب قرة الوزير الإسرائيلي وغيره من قيادات إسرائيل عن ربما يعني صفقات أو اتفاقات بين السلطات المصرية، وما تحدث عنه محمود عباس في 2014 أن قيادة مصرية كبرى قد عرضت عليه يعني حل القضية الفلسطينية عن طريق تبادل الأراضي. وبالتالي هذا الأمر لا يصب إلا في هذا الإطار. ودعني فقط في عجالة أطرح عدة أسئلة على سيادة اللواء إن سمحت لي. فكرة التهجير، من يهجر؟ ألا يوجد بديلا للمواطنين؟ تم تهجير 30,000 مواطن من رفح والشيخ زويد. هؤلاء المواطنين موجودين في 68 تجمع في الصحراء، لم توجد لهم الدولة حتى بطانية، الغطاء من البرد الشتاء أو من حر الصيف لم توجد لهم الدولة هذا الأمر. وبالتالي عندما يتحدث على التهجير هو يتحدث ربما عن مجموعة من الأغنام أو عن الإبل، لا يتحدث عن بشر. إذا كانت الدولة ترى أهل سيناء هم بشرا أوجد لهم البديل. لما تتحدث عن التهجير ماذا قدمت الدولة للمهجرين أصلا؟ وعندما تحدثت الدولة عن أن المهجرين من منطقة الشيخ زويد، لا تحدث عن المنطقة العازلة الآن، من منطقة الشيخ زويد وغيرها كان تهجيرا مؤقتا. الآن لدينا 3 سنوات من الحرب لم يرجع مواطن إلى بيته ولم تعوضهم الدولة عن هذه البيوت. وبالتالي عندما يتحدث يجب أن يتحدث يعلم أنه يتحدث عن مواطنين لهم حقوق ولهم يعني حق كفلته الدولة وكفلته الدستور. قبل يعني أن تفارقنا يعني سؤالي الأخير لحضرتك، وأنت رجل يعني طول حياتك في الشرطة المصرية، هل تعتقد أن الشرطة المصرية مجهزة لأن تواجه هذه الحرب في سيناء؟ يعني سؤالي، أما يجب إخراج الشرطة المصرية من شمال سيناء وترك الأمر كلية للقوات المسلحة المصرية؟ لا، بالنسبة للشرطة لوحدها ما تقدرش تواجه، لأن ده بقول لحضرتك اسم حرب عصابات وده يكبد الشرطة خسائر فادحة، ولكن باشتراك الشرطة والقوات المسلحة متضامنين مع بعض ممكن يحققوا نجاحات كبيرة جدا جدا. بس أنا عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على عملية التهجير ويتكلم، وأنا لما أقول خطة للتهجير أنا أخدهم كده أرميهم. طب ومال فين الخطة فاتت للمهجرين الأولانيين في 2013 و2014؟ أين خطة الدولة؟ لو سمحت أنا بتكلم دلوقتي على إن إحنا نعمل خطة لتهجير كل المدنيين في شمال سيناء، ما تقوليش في رفح لوحدها ولا في رفح والشيخ. إذا كان ما وفرتش ل 30,000 مواطن أي احتياجات للمهجرين، هتوفر نص مليون مواطن؟ طيب تفضل يا سياده اللواء، تفضل يا سياده اللواء. لما اهجر الناس دي كلها تبقى موجودين زي العريش ما حصل النهارده، موجود اهو، هي منطقه مدنيه واهله بالسكان. شخص
اعرفش اي حد خلص واحد حط ابوه نفسه او حط حاجه متفجره لكن في عدم وجود مدنيين وجود الشرطه والقوات المسلحه مفيش حد هيقدر يتحرك بسهوله كده ويضع متفجرات او يعمل خسائر او خلاف. ده بالنسبه لي عمليه التهجير. انا بقول عمليه التهجير تمت في الاسماعيليه والسويس وبورسعيد كان خطه وكلهم اتهجروا باعداد تفوق. كلمني عن سينا، عمليه التهجير اللي جرت في سينا ماذا وفرت لهم الدوله؟ عفوا يا سياده اللواء، ليه حضرتك يعني واضع تنظيم الدوله الاسلاميه وكانه مثلا اسرائيل، يعني الدوله التي كانت لها امكانيات وما زالت بالطبع امكانيات عسكريه ضخمه جدا وهزمت عده دول عربيه في وقت ما، وعايز تهجر شمال سيناء عشان تواجه بيها. الرئيس السيسي سؤال ان احنا نقدر يعني في لحظات وفي ساعات ان احنا مش بس نشيل اللي بيحصل في شمال سيناء، ده في مصر كلها، نفرط في مصر كلها في ست ساعات على حد تعبيره. وبالتالي السؤال هنا، ليه بعد اكثر من 4 سنوات لم تستطع قوات الجيش او الشرطة يعني ان تنهي مسألة تنظيم الدولة في سيناء؟ انا قلت لحضرتك وبمنتهى البساطة، لو جيش قصاد جيش هيقضى عليهم قضاء مبرما، ولكن دول دي حرب عصابات. حضرتك تعلم طبعا ايه حرب العصابات، واحد بيستخبى في مكان معين وبيطلع يضرب ويهرب تاني ويستخبى، وفي ظروف جبليه وفي اماكن واعره جدا جدا يصعب الوصول اليها، فدي حرب العصابات. حصلت مع امريكا في فيتنام، حضرتك احنا طبعا يعني ناس كبار في السن وعاصرنا الحاجات دي، كان احتلال جلاله ادراعها، كان جيش امريكي محتل في فيتنام حضرتك يعني. هو يعني امريكا لم تهجر الفيتناميين، لكن على اية حال اشكرك، شكرا جزيلا سياده اشكرك يعني بالتاكيد لنا مقابلات اخرى في هذه في هذا السياقات. سياده اللواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخليه المصري الاسبق، كنت معي عبر الهاتف من القاهره، كما اشكر ضيفي في الاستوديو الاستاذ احمد سالم الباحث والمتخصص في الشان السيناوي. شكرا جزيلا استاذ احمد. مشاهدينا الكرام، المسائيه مستمره وبعض الفاصل فيها. عودة تسيير المعديات إلى جزيرة الوراق بعد منعها لعدة ساعات، ومحافظ الجيزة يؤكد أنه سيتم تنفيذ 700 قرار إزالة بالجيزة.